لقاء حكومي جمع وزيري المالية عمر ملحس والعمل علي الغزاوي مع الكتلة الديمقراطية النيابية. اللقاء كشف جملة قرارات اقتصادية جديدة ستتخذها الحكومة لتحصيل إيرادات بقيمة 450 مليون دينار، منها زيادة الضريبة على خدمات الإنترنت وإضافة قرشين على لتر البنزين في الشهر المقبل وغيرها من القرارات. التفاصيل في هذا التقرير. حكومة الدكتور هاني الملقي تواصل تبرير سياساتها الاقتصادية والتي بدأتها بفرض ضرائب على البنزين والتي سيتم استكمالها الشهر المقبل. جاء ذلك خلال لقاء الكتلة الديمقراطية مع وزيري المالية والعمل. الشهر القادم سيتم رفع قرشين أيضا على بنزين أكتان 90 ليصل المحصلة إلى 5 قروش، هذا إضافة إلى أن الديزل أيضا لن يصار الآن إلى المساس به إلى مطلع الصيف القادم. وزير المالية عمر ملحس كشف عن قرارات جديدة برفع ضريبة خدمات الإنترنت من 8% إلى 16%، إضافة إلى رفع الضريبة الخاصة على الخدمات الخلوية لتصل 26%، وزيادة رسوم جوازات السفر 30 دينارا. الجزء الأكبر من إيرادات الدولة الأردنية هو الضرائب والرسوم، وهذا ليس سرا، وهذا لم يتغير من عام 1921. يا أخوان، من سنة 50 لليوم ما اختلف الشكل الموازني، عندنا النفقات أعلى من الإيرادات، وعندنا عجز، عندنا دين، وعندنا منح. في ذلك الوقت الفرق أنه المنح كانت تسمى هبات ومساعدات، هذا هو الفرق الوحيد. إذن إحنا 95 سنة وماشي أمورنا. قرار الحكومة بخصم 10% من رواتب الموظفين الحكوميين ممن يزيد رواتبهم عن 2000 دينار كان محور نقاش خلال الاجتماع، حيث كشف أمين عام وزارة المالية عن توجهات جديدة في هذا المجال. التوجيه اللي عندنا أن لا يكون هناك راتب أعلى من راتب الوزير بحدود 3500. الآن هذا قرار آخر غير 10%. الآن الناحية القانونية، إذا كانت الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات تضع حد أعلى من راتب الوزير، رح تعاد النظر في الأنظمة الداخلية بحيث تعاد وتضع تدرج بحيث يكون الحد الأعلى الراتب اللي السقف اللي بده يتفق عليه. الناحية القانونية الأخرى، في نهاية العقد يخير صاحب العقد اللي راتبه أعلى من الحد الأعلى اللي يحدد، أما أن يستمر أو يقبل في العقد الجديد. التوجهات الحكومية طالت مؤسسة الضمان الاجتماعي أيضا بحسب وزير العمل. الضمان الاجتماعي لديه يملك مجموعة من الشركات في كافة القطاعات. القرار كما يلي: حطينا لأول مرة سقف لرئيس مجلس الإدارة لا تزيد عن 2000 دينار. الموضوع الثاني أنه عدم ازدواجية العضوية، عضوية في مجلس إدارة واحد فقط، يعني لا يجوز أن تكون أكثر من مجلس إدارة إلا إذا القانون نص أنك لازم تكون عضو مجلس إدارة الضمان والصندوق الاستثماري إلى آخره، اكتفينا بمكافأة واحدة فقط. الاجتماع استمر إلى ما يزيد عن 4 ساعات، كشف عن جملة من التوجهات لإصدار قرارات اقتصادية وتوجهات ما زالت قيد الدراسة من قبل لجان حكومية ستخرج اللجنة بشأنها بتوصيات خلال الفترة المقبلة. جورج برهم، رؤية. أظهرت إحصاءات بورصة عمان أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما من خلال جلسات التداول لشهر كانون الثاني الماضي بقيمة 183 مليون دينار، في حين باعوا أسهما بقيمة 194 مليون دينار. وبذلك فإن صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان خلال الشهر الأول من العام الحالي قد انخفض بمقدار 11 مليونا و500 ألف دينار، مقارنة مع انخفاض بمقدار 4 ملايين و300 ألف في دينار لذات الفترة من العام الماضي. أما المستثمرون العرب فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم حوالي 13 مليون و600 ألف دينار، وقيمة عمليات بيعهم بلغت 176 مليون و500 ألف دينار.
أما المستثمرون غيروا العرب فقد بلغت قيمة عمليات شرائهم للأسهم 169 مليونا و500 ألف دينار مقابل 18 مليونا و100 ألف دينار هي قيمة مبيعاتهم للأسهم في كانون الثاني الماضي. وبذلك تصبح نسبة مساهمة الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة بنهاية شهر كانون الثاني 2017 حوالي 50% من إجمالي القيمة السوقية. شكلت مساهمة العرب منها 38.6% وغير العرب 11.4%. وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اليوم اتفاقيات لدعم 14 فندقا في مدينة البتراء لزيادة قدرتها التنافسية وتخفيف أعباء فاتورتها الشهرية من الكهرباء عبر تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليون دينار. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة البتراء التي تعاني فيها الفنادق من ظروف صعبة فرضتها الظروف الإقليمية. ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى تشمل ترشيد استهلاك الطاقة في هذه الفنادق، والثانية تركيب أنظمة توليد طاقة من الطاقة الشمسية. وسيقدم الصندوق بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بنسبة 75% من كلفة المشاريع لخدمة الفنادق في مدينة البتراء من فئة نجمة إلى 3 نجوم، على أن يتم الانتقال لاحقا إلى مدينتي العقبة ثم مادبة. احنا اليوم عم نقدم للفنادق تنفيذ مشروع تركيب معدات ترشيد الطاقة، وهي التي ستساهم بتوفير ما لا يقل عن 40% من استهلاكهم الكهرباء. وهذا المشروع ستبلغ تكلفته حوالي 1.5 مليون دينار أردني بالمرحلة الأولى، وثم إن شاء الله في مرحلة أخرى بنفس القيمة ليبلغ كامل المشروع حوالي 3 مليون، وهو إن شاء الله سيمتد إلى العقبة وما تبع. المشروع هو راح يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي ترشيد الطاقة باستبدال المعدات المستهلكة للطاقة بأخرى موفرة للطاقة وبرضو للبيئة. نسبة التوفير تصل إلى 30% إذا تم انتهاء من المشروع اللي هو ترشيد الطاقة ومن ثم الانتقال إلى الألواح الشمسية. أعلنت شركة البطاقات العالمية عن إصدار أول بطاقة يونيون باي في الأردن بالتعاون مع شركة يونيون باي انترناشونال، والتي قامت بتفعيل قبول بطاقاتها في أكثر من 160 دولة ومنطقة في العالم، وبإصدار بطاقاتها في أكثر من 40 دولة ومنطقة. التفاصيل في هذا التقرير. بطاقة يونيون باي الدولية أول بطاقة من نوعها بالأردن أطلقتها شركة البطاقات العالمية، فهي أول بطاقة متعددة العملات. إطلاق البطاقة التي تحمل شعار يونيون باي وتبدأ بالرقم 62 جاء خلال مؤتمر صحفي حضره كبار المسؤولين في شركة البطاقات العالمية ومديرو بعض البنوك العاملة في الأردن. شراكتنا مع شركة يونيون باي الصينية هي شراكة قوية جدا، وإن شاء الله بتكون تطبيق لرؤية جلالة الملك في التبادل التجاري بين البلدين في القطاع الخاص بين الصين والأردن، واللي إن شاء الله هاي بتكون ثمرة زيارته اللي كانت موجودة السنة الماضية في دولة الصين. With the Middle East, we managed to get 100% acceptance in Jordan market, in POS and the point of sales, and also in UAE. And in future, we will further enhance our acceptance network in the region, and also we will be more focusing on the issuing business with our partners within the region. وتتميز البطاقة بأنها تمكن حاملها من القيام بعمليات الشراء عبر نطاق البيع في جميع أنحاء العالم وعبر الإنترنت بعملات أجنبية من دون عمليات تحويل عملة أو رسوم إضافية، كما تتميز بأن حاملها يختار الرقم السري الخاص ببطاقته، وذلك من خلال إدخاله على جهاز خاص عند استلام البطاقة. كمان بالإضافة إلى أنها متعددة العملات بتقوم بربط البطاقة الواحدة في عدة حسابات عملات مختلفة، بتوفر لحامل البطاقة بتوفر عليه عمولة احتساب فرق العملات، زائد بتوفر له جميع المزايا لما يسافر في الخارج لاستخدامها. إصدار هذه البطاقة جاء بالتعاون بين شركة البطاقات العالمية والشركة الدولية يونيون باي بعد توقيع اتفاقية بينهم في كانون الأول من العام 2015.